دلوقتي نرجع مرة تانية لمنة عشان نتعرف منها على أسعار العملات والده. شكرا شادل. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه 39 قرش للشراء، 19 جنيه 46 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 31 قرش للشراء، 19 جنيه 40 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 13 قرش للشراء، 22 جنيه 22 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 20 جنيه 3 قروش للشراء، 20 جنيه 12 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 76 قرش للشراء، 2 جنيه 77 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه 15 قرش للشراء، 5 جنيه 17 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه 74 قرش للشراء، 63 جنيه للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 27 قرش للشراء، 5 جنيه 30 قرش للبيع. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فالجرام عيار 18 بيسجل 961 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 1121 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 1281 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8968 جنيه. نرجع لشاذلي وهدير نكمل معاهم باقي فقراتنا وأخبارنا، اتفضل. شكرا منا.